كانت شيء احتفالات في عمان، اعتقد في اصحار، وكان حاضر للتغطيه ابو راشد خالد الرشيدي. المهم تلاقوا يا فنانه انا احب اغانيها اللي هي زمزم البلوشي، اللي هي اغنيتها المشهوره عمتي سمعي شكواي. اول ما طاحت باول لحظه انا نشرتها في حسابي، نشرتها لان عايبتني اداء واخراج وكلمات ومنطوق هالصور، يعني اللي ياخذ العقل سبحان الله. منطوق هالصور ترى مميز، كلها مخارج الحروف عند هالعمان كلها ودول العالم كلها زينة، لكن بالذات منطوق هالصور روحه فنان. هالصور وهالخضرة هم شراتنا ينطقون، عمتي أبوي ختي، يعني لهجتهم وايد قريبة من لهجة هالبوظبي. فلذلك الله يسلمكم البحث تلاقى وياها ابو راشد وسجلوا هالفيديو الصغير وطرشوا لي اياه، وعقبها بحط لكم المقطع مالها هي روحها الاغنيه الاصليه، لكن تدخلون على اليوتيوب تكتبون عمتي سمعي شكواي، هاي عاد كامله الاغنيه جميله اخراج وكلمات من اروع الاغاني الجديده اللي توهن طايحات، يعني من الاغاني اللي توهن طايحات لي قبل شهرين او ثلاثه. زمزم اول ما نزلت الاغنيه من اول واحد في السوشيال ميديا نزلت الاغنيه خالد الخالدي، هذا الحين الفيديو بيوصله، شو تقول حق خالد الخالدي؟ والله اتمنى يكون العمل والاداء يعني عايبنا ووصل، ونتمنى يا ليته كان اليوم موجود، احنا ما خبرنا انش موجوده، لكن هذا يا ابو محمد هذا الهداء من زمزم البلوشي لك في ابو ظبي ومن النوع القوي وتوصل، لكن زمزم مستعجله على المسرح ما ادري من اخرها من اصحار لين لين عندك، ولكن ابوك هذا واقف لها، هذا ريال لا زين ونعم واحد واقف لها، جر لها نصخة ها زمزم. قولي له عمتي عمتي سمعي شكواي بشكل قراحي، ابوي ذبحني الشوط ذبح الاضاحي، ما يعني من نوع الكاوي طلعتي ابوش. مرحبا يا زمزم يلا على المسرح. عمتي طيبيني بشور هيش الطريقة حب الحبيب عمو مري حريقه حب الحب.